مرحاض عمومي في سويسرا. شو أجلكم الله، شو نقع مرحاض عمومي، شو نقع في سويسرا، شو أنا نهبل يا أخو بلدنا هذيك. جيت أطلع السياحة يا تبون، قل لي نقع عاولك مرحاض عمومي، كل شيء يمشي ها صابون كاين. شو نقع، شو نقع، نحشموش ما نحشمش منيش نحشم، يكون عندك هادي يا وبعد زيد هادي دايزن ها يمشي. نقع في الله مرحاض عمومي تما كنطلع السياحة، انا كي نسحق لي طواليت هكذا جيبوا لي السويس يديروا لنا في طواليت هكذا مبل فيها مرحاض عمومي ها عيتونا. قالوا سياحة، هذاش السياحة، سياحة تهضر معاها كي دير مرحاض عمومي، هاي السياحة تاع الصح. دير مرحاض عمومي في الجزائر ومن بعد تبدا تهضر دير بنية تحتية ومن نظافة وبعد نظافة الأكل وبعد تحسين الخدمات وبعد خدمة الزبائن كاستمر سيرفيس وبعد باش تهضر على السياحة وبعد جودة الوسم والفنادق كما يقول لك تسمى في متناول جميع الأسعار. دير السيستم تاع السيستم تاع زعما نقولوا هوتيل في الجزائر، اش نهضر على هوتيل 5 ستار ولا هوتيل سامبل، لازم كيما يقولوا 200,000 ليلة هوتيل عادي هكذا باش تجيب السياح، سكور خاص كي يكون تاع هوتيل وتخدم على العام هكذا 300,000 ليلة هكذا تخدم هاديك هي واش 15 اورو ليلة واش يا فريك. انا واسمو اختار 15 اورو ليلة 20 اورو ليلة نقولو 400,000 معليش تماك باش تهطر السياح. اي خوتي هذا جست فيديو على نظافة المرحاض هنا في سويسرا، للاسف ولينا نهضرو هكذا راني في زوري خو هاي صحيتو.